قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين الدكتورة فاطمة الثلاب إن تكريم أصحاب الاختراعات المتعلقة بالمجالات الصحية يعد خطوة إيجابية لمصلحتهم وتقديرا لإنجازاتهم. وأضافت الثلاب خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن حفل تكريم أصحاب الاختراعات الصحية المقرر عقده بعد غد الخميس أن هذا التكريم جاء بمبادرة ورعاية من وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، موضحة أن الوزير سيقوم بتكريم 33 مخترعا حاصلين على براءة اختراع من جهات معترف بها دوليا في المجال الصحي والطبي. سيقام الاحتفال برعاية وحضور معالي وزير الصحة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لدعم المخترعين. راح يتم تكريم 33 مخترع حاصلين على براءات اختراع في المجال الصحي. طبعا هذا الحدث قام فيه معالي وزير الصحة، وهذا غير مسبوق ويعتبر الأول من نوعه، فإحنا نقدم له الشكر الكبير على دعمه ومساندته لهذه الفئة المبدعة والمتميزة من شباب الكويت.